قبل ما نبدأ المقطع يا حبايب راح احط لكم رابط قناه بالوصف. الصراحه القناه تقدم محتوى جدا خرافي متعوب عليه، ولكن للاسف الدعم قليل، ولكن يعرفكم كفو ما تقصرون، راح احط لكم رابطها بالوصف. روحوا كلكم فجروا القناه ويلا نبدأ بالمقطع. الخبر الاول اللي عدنا عن قمر مار واعتذارها من نور مار. بعد ما ايمو مار نشر هذا الستوري اللي كان بتسجيل القمر تحكي بيه على نور، فقمر نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي تعتذر بيه من نور، ولكنها تعترف ان التسجيل كان فعلا لها ولكنه قديم تقريبا يعود الى 5 شهور. اما بالنسبه فهي ليش مختفيه، فقالت انه حاليا عندها ظروف شويه. راح احط لكم هذا الستوري شوفوا عم تفهمون اكثر. فاني اعتذر من نور لانه حكيته هذاك الوقت كان غلط، ما كان لازم احكي، وهو يعرف هالشيء طبعا. فبس حبيت ان اعتذر من نور اوضح لكم هذا الشيء على مود يعني لانه السالفه كلش انتشرت هالفتره واخذت اكبر من حجمها، فشيء قديم ومجرد محاوله تخريب. فبس هذا الشيء اللي حبيت احكيه. الموضوع اللي احكي بيه اللي هو كلكم جاي تطلبون مني انا احكي بيه اللي هو التسجيل اللي نشره ايمو. أول شيء حابة أقول أنه التسجيل اللي نشره إيمو تسجيل كلش قديم، يعني تقريبا قبل 5 شهور أو حتى يمكن أكثر. تمام، هذا أول شيء. ثاني شيء، أنا هذاك الوقت كان أكو علي ضغط كلش كبير من أكثر من شخص، وإيمو كان يحاول أنه يحشي براسي أو يعبي براسي أو يدخل لعقلي الحقد والغيرة، ومع الأسف نجح بهالشيء وأنا انخدعت بيه للأسف وحكيت هيجي بهذاك الوقت. طبعا الاغلب لاحظ من كلامها انه هي ما حكت على الفريق انه هي راح تبقى او لا، وهو من الاشخاص اعتقدوا انه هي مجبوره على هذا الستوري، ولكن ما نريد بالنهايه نطلع اشاعات، فكل ما علينا حاليا ننتظر ونشوف شنو راح يصير. الخبر الثاني اللي عدنا عن الدراما الجديده اللي صايره ما بين محمد جواني ومريم. فبعد ما جواني نزل امبارح مقطع على قناته واللي كان يقول بي انه بعد ما راح يصور ويا اي بنت ثانيه غير البنت اللي طلعت وياه بالمقطع، فهو من الاشخاص صار يقول انه هو يقصد مريم بكلامه، ولكن اليوم مريم تصدم الجميع بتنزيل على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كاتبه بدي من الكل بكره ينطر المقطع راح يكون اخر مقطع على قناتي. اما بالنسبه لجواني فنزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات يقول بها انه رجاء لا حد يكبر الموضوع، انتظروا باكر راح ينزل مقطع اسئله وراح يرد بيه على كل الاسئله اللي يريدها المتابعين. فالمهم راح احط لكم هذا الستوري شوفوا. حبايبي نشرت ستوريات من شوي وحذفتهم، راح ارجع اوضح يا جماعه يا جماعه ليش انتوا كثير فضوليين وليش بتحبوا دغري بتكبروا الامور بتحطوها مثل ما هي ببالكم. يا جماعه انا كتبت بالتعليقات اكتبوا لي شو ببالكم أسئلة رد عليها يوم السبت، تمام؟ إذا كنا هالشي متحمسين من عيوني، أوكي بكرة نزلت كل الفيديو ما عندي مشكلة، بس يا حبايب قلبي يعني بس كثير في ناس دغري هيك فضوليين زيادة، أنتم متابعيني وأهلي وحبايب قلبي بتشرف فيكم كلياتكم، بس شوي شوي شو بكون؟ مع اني صراحة اللي انا حاسس الموضوع مقلب مو اكثر، ولكن خلينا ننتظر المقطع اللي راح تنزله مريم اليوم على قناتها. طبعا هذه هي قناة مريم، اللي حاب انه يروح يشترك بها على مود يعرف المقطع ينزل، واكتبوا لنا بالكومنتات توقعاتكم للموضوع. الخبر الثالث اللي عدنا عن فضيحة انس الشايب وبيسان اسماعيل. فبيسان نزلت على حسابها بالانستغرام بث مباشر هي وانس الشايب، والاغلب اللي كانوا بالبث لاحظوا انه انس كان يسوي حركات غريبة، انه يرقص يعني بطريقة غريبة ويسوي حركات، فكل اللي بالبث تقريبا اتهموه انه هو سكران، ولكن هو ما كان يرد على هذه التعليق. وحتى بيسان لو تلاحظون من نظراتها شوية كانت خجلانة من دي سوي أنس. بعدها بشوية أخذ البث المباشر وصار يفتر بالحفلة ويتصور ويا ناس أول مرة يعرفهم ويحكي شوية كلام غريب، وبعدين انقطع البث فجأة. لكم أحط لكم الستوري شوفوه. ببلاش مجانا من غير ما تدفعوا فلوس، أوكي من غير ما تدفعوا فلوس، بدي أطششكم بدي أورشيكم نجوى كرم، وبدنا أورشيكم الحفلة مجانا لأنكم أنتوا بتموت عشانكم عشان بعزكم بدخلكم عن الاجر والطوس ولا امشي وراك طوس. قلت له كيف بدي ارقص معه؟ قلت له صراحة أنا أحس الموضوع شوي كبروا الناس، يعني كنا نعرف أنس هاي الحركات اللي يسويها، وهذا طبعه يعني مش سكران أو شيء. على كل يكتبونا بالكومنتات بالنسبة للأشخاص اللي كانوا موجودين بالبث شنو رأيكم بهذا الموضوع. الخبر الرابع اللي عدنا عن أصالة المالح وموعد نزول أغنيتها الجديدة. فأصالة نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي كاتبة بيه أغنية أصالة قربت، وهذا يعني تأكد إن الخبر اللي نزلناه قبل يومين عن أغنيتها الجديدة. وبنفس الوقت نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي تغني بيه أغنية مشهورة أحط لكم إياها اسمعوا. لو تجي صدفة تجمعني بيه فرصة عمر اضيعها ليه مش معقول. اكتبوا لنا بالكومنتات شنو رايكم بصوت اصالة الرهيب. وبس والله لنا وصلنا لنهاية المقطع، ولكن مثل ما قلنا اكو قناة بالوصف روحوا فجروها يا حبايب. وبس لنا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة. مع السلامة.